بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأطيب الصلاة وأتم التسليم على مطالع نوره وشموس هدايته محمد الأمين وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا، نلتقيكم في هذه الحلقة وسوف نكون معكم وبرنامج للطفي حكاية لنسلط الضوء على أبرز القضايا التي وقعت في واقعة الطفي الأليمة. مشاهدينا الأكارم، قصة كربلاء تجسدت فيها أبشع صور الإرهاب، إذ عمد طواغيت البغي الأموي إلى قطع رؤوس الشهداء من أهل البيت سلام الله عليهم مع جمع من المؤمنين من أنصارهم، قطعت إلا أنها بقيت على مر العصور مضيئة ومشعة. للرؤوس حكاية هو محور حلقتنا لهذا اليوم، فكونوا معنا. المثلى في الشريعة الإسلامية وحكمها، ولماذا اختلفت المصادر في عدد الذين قطعت رؤوسهم في واقعة الطفل الأليمة؟ للإجابة عن هذه التساؤلات مشاهدينا سيكون معنا فضيلة الشيخ الباحث الإسلامي محمد الطالمي. بدءا لنتعرف على المثلى لغة واصطلاحا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. المثلى لها التعريف اللغوي وهو العقوبة والتنكيل، وأما تعريفها الاصطلاحي فقد وردت في ألسنة الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، هي أنه ذلك العمل الذي يقوم به الإنسان في الاعتداء على جثة الميت بقطع مثلا أنفه أو أذنه أو بقر بطنه وما شاكل ذلك، فهذا التعريف الاصطلاحي. لنتعرف على المثلى في القانون الوضعي، وهل هناك من حالات يمكن الخروج بها من هذا القانون؟ القانون الوضعي كما هو المعلوم أنه هو قانون متفاوت بتفاوت الأفراد والأزمان، ولذلك نجد أنه في القوانين الوضعية تختلف الأمور بين فترة وأخرى، ولكن في هذه القضية، قضية المثلى، نجد أنه يوجد هناك قانون وضع لهذه الحالة، وهو قانون الوضعي الذي عرف عند جميع البلدان وفي كل الأزمان أنه هذه القضية يعتبروها جريمة حرب ويعاقب عليها القانون على أنها جريمة حرب، ولا يمكن أن يكون هناك أي مورد من الموارد يمكن أن تكون فيه هذه القضية معفو عنها، فبالتالي هي واحدة من القضايا التي يعاقب عليها القانون، والآن بالآونة الأخيرة القانون الدولي اعتبرها جريمة من جرائم الحرب. ما المقصود بالمثلى في الشريعة الإسلامية وما هو حكمها وما هي أبرز مصادقها؟ المثلى في الشريعة الإسلامية هو كما قلنا في تعريفها الاصطلاحي يعرف أنه هذا الإنسان الميت يعتدى على جثته بعد موته إما ببقر بطنه أو فعل أي شيء بتلك الجثة، وبالتالي نجد أن هذا الفعل من الأفعال التي نهى عنها الإسلام ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله في بادئ الأمر. نجد أنه في الحالة الأولى التي حصلت في التاريخ الإسلامي هي الاعتداء على حمزة بن عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه، عندما وقف عليه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ووجد أنه قد بقرت بطنه وقد أخرج كبده وقطعت أذنه، وبالتالي امتعض امتعاضا شديدا وحاول بكل طريقة أن يبين للمسلمين ولجميع من كان معه أن هذا العمل لا يمكن أن يقام به ولا يمكن أن يكون في الشريعة الإسلامية. ما هو السبب في غياب ثقافة الحروب في واقعة الطفل الأليمة إلى الحد التي وصلت إلى مسألة التنكيل والتمثيل؟ قطعا المعروف أنه كل البلدان وكل الأقوام لها قوانين خاصة ولها ثقافات خاصة، الحرب أيضا واحد من الأمور التي لها ثقافة خاصة ولها قوانين خاصة، فبالتالي نجد أن مسألة الحرب
واحدة من الأمور التي وضعت لها القوانين ووضعت لها الأحكام. الحالة التي حصلت في واقعة الطائف وعلى جثث الشهداء الأطهار نجد أنه إنما حصلت لأنه يوجد هناك عدم ثقافة حقيقية وعدم معرفة، لأن الذين خرجوا على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان هو يصورهم الإمام الحسين بهذا التصوير أنهم همج رعاع ينعقون وراء كل ناعق، يعني هم لم يلتفتوا إلى أي ثقافة ولم يلتزموا بأي ثقافة ولم يتمسكوا بأي ثقافة من هذه الثقافات، لذلك نجد أنهم حاولوا أن يعتدوا لأنهم يكونون هناك عداء ويكونون هناك حقد على سيد الشهداء وعلى الجثث الطاهرة التي كانت مع سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. فبالتالي نجد أن هؤلاء إنما فعلوا هذا الفعل لأنهم لم يعرفوا من هو الحسين صلوات الله وسلامه عليه وما هي درجة قرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن كان البعض يعرف منهم ذلك إلا أنه ربما أراد أن يتغاضى عن هذه المعرفة الحقيقية للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فبالتالي فعلوا هذا الفعل واعتدوا على هذه الجثث الطاهرة لأنهم لم يعرفوا ثقافة الحرب ولم يتعلموا هذه الثقافة كما تعلمها أجدادهم من القبل، لأنه نجد أن هناك حتى في زمن الجاهلية نجد أن هناك ثقافة خاصة أنه لا يعتدى. الأحنف ابن قيس كان عندما يقاتل ويدخل إلى الحرب يقولون أن كان عندما يقوم بالقتال يضرب ضربة واحدة ولا يثني عليها، عندما يسأل لماذا يقول لأن التثنية أعتبرها مثلة وبالتالي لا أريد أن أفعل ذلك، فكان يأنف من ذلك. ولكن هؤلاء لم يلتزموا لا بتعاليم الجاهلية ولا بتعاليم الإسلام. روي أن الإمام الحسين سلام الله عليه قال: صبرا بني الكرام، إنما الموت قنطرة تعبر بكم من البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة والنعيم. مشاهدينا من انضم معنا ضمن حلقتنا لهذا اليوم، نحن نتحدث في هذه الحلقة من برنامج للطفي حكاية حول موضوعة مهمة وقعت في حادثة الطف الأليمة، ألا وهي مسألة قطع رؤوس آل البيت سلام الله عليهم. للحديث حول هذا الموضوع سيكون معنا الباحث الإسلامي فضيلة الشيخ ليث الخفاجي. كم كان عدد أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه في واقعة الطف؟ ولماذا اختلفت الروايات والمصادر حول عددهم؟ كذلك لنتعرف على أبرز المصاديق التي تدل على المثلى التي وقعت بحق الإمام الحسين سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام. طبعا اختلفت الروايات في عدد أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه، ولكن المشهور بين الفريقين أن العدد كان 72 فارسا قضوا واستشهدوا بين يدي الإمام الحسين سلام الله عليه. طبعا أكيد الروايات اختلفت في عددهم، منشأ هذا الاختلاف له أسباب، من هذه الأسباب أن بعض الذين التحقوا بالإمام الحسين سلام الله عليهم بعد فترة وأخرى انسحبوا لأن الإمام الحسين خيرهم، لهذا بعضهم جمع القدماء مع الموجودين فاختلف العدد. الأمر الثاني، بعضهم كان ينظر للعدد للقادة للفرسان وقد أهمل بعض الجنود الذين هم البسطاء من المتواجدين في المعركة مثلا أمثال العبيد وغيرهم، فهذه الأسباب أدت إلى اختلاف العدد. وطبعا بصورة عامة القضايا التاريخية يحصل فيها بعض الاختلافات وهذا أمر طبيعي. طبعا مع الأسف تعرض الإمام الحسين سلام الله عليه وأصحابه وأهل بيته إلا مثلى لم تمر في التاريخ، حيث أن عمر بن سعد أمر 10 فرسان وطأت صدر الحسين وظهر الحسين وجنب الحسين، وكذلك تعرض الإمام الحسين إلى سلب الثياب والسراويل، بل حتى نعليه سلام الله عليه سلبوه وسلبوا فسطاطه وسيفه
وكذلك سلبوا حتى ذلك الخاتم الذي كان في إصبعه، فقد قطعوا ذلك الإصبع المقدس. كذلك أصحاب الحسين سلام الله عليهم تعرضوا إلى أبشع أنواع التمثيل، وهو قص الرؤوس ورفع الرؤوس. وكان طبعا هذا الأمر الشنيع جعل فد حادثة لا تموت إلى الإسلام بصلة، لأن الإسلام قد حرم المثلى ولو بالكلب العقور. أضف إلى ذلك الأمور التي تعرضت لها هذه الأجساد الطاهرة أن رؤوس الأصحاب ورؤوس ورأس الإمام الحسين عليه السلام تعرض إلى الرفع في تلك الرماح، وقد طيف بها في أغلب البلدان. لما اختلفت المصادر في عدد رؤوس الشهداء الذين سقطوا في واقعة الطف الأليمة، وكذلك لماذا هذا التقاسم الذي جرى؟ هل بالفعل تمت هذه العملية بحيث كان هناك انتقاء وتقاسم للرؤوس التي وقعت في واقعة الطف الأليمة؟ طبعا كما قلنا سابقا ونقول الآن أن القضايا التاريخية يحصل فيها تقديم وتأخير، وكذلك من ناحية العدد. ومنشأ هذا الاختلاف أصلا هو في أصل عدد أصحاب الحسين سلام الله عليه، لأن كثير من العلماء اختلفوا في العدد، ولكن المشهور حدد العدد 72 فارسا، فهذا الاختلاف في قضية الرؤوس منشأه من هذا المكان. أما قضية انتقاء الرؤوس، نعم مع الأسف بعض العشائر تقربت إلى ابن زياد في انتقاء رؤوس أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، فجاءت كندة ب13 رأسا، وجاءت بنو تميم ب17 رأسا، وجاءت بنو أسد كذلك ب17 رأسا، وجاءت باقي العشائر ب6 رؤوس. ومع الأسف هذه الحالة خلفت حالة من التخلف أمام أمر الله سبحانه وتعالى، حيث أن بعض هذه العشائر تقربت إلى ابن زياد برفع رؤوس أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليهم، وكان الأجدر بهم أن يكونوا مع المولى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، لأنهم كتبوا من الكوفة أن اقدم يا أبا عبد الله، فقد أينعت الثمار واخضر الجناب ونحن لك جند مجندة. فهذه القضية التي مرت مع الأسف واقعة كربلاء قد غربلت، وكانت فرقان بين الحق والباطل، فهناك من العشائر التي التحقت بالمولى أبي عبد الله الحسين وسجلت اسما ناصعا في تلك الفترة ولهذه اللحظة، ولكن البعض من هذه العشائر مع الأسف تخلف عن ركب الحسين وسار مع الدينار والدرهم. ونسأل من الله أن تكون عشائرنا في هذا الوقت الحالي مستعدة أن تضحي بين يدي الإمام صاحب العصر والزمان، لأن الإمام ينتظر الموالين وخصوصا من أرض العراق. نسأل من الله أن نكون من الممهدين إلى دولة الإمام صاحب العصر والزمان. من أين اقتبس يزيد لعنة الله عليه هذه النزعة للتنكيل بشهداء واقعة الطف؟ ونتساءل كذلك لماذا هذا الخوف من الإمام الحسين سلام الله عليه؟ واقعا يزيد تخرج من تلك العصابة المتمثلة بهند التي لاكت كبد سيد الشهداء الحمزة سلام الله عليه، وكذلك قضية قطع الرؤوس، فكان يزيد يمثل ذلك الخط المنحرف في قطع الرؤوس. واليوم مع الأسف لحد هذا اليوم نرى الدواعش يحملون نفس هذه الصفات الذميمة التي عاتت في الأرض فسادا، وإلى هذه اللحظات نعيش مرارة هذه الانحرافات التي بدأت من البيت الأموي حتى اليوم إلى البيت الداعشي. أما لماذا يخاف يزيد الإمام الحسين عليه السلام؟ لأن الإمام الحسين سلام الله عليه كان يمثل الخط الحقيقي والامتداد الحقيقي إلى الإسلام الأصيل، لأنه روح النبي، ولأنه قال في حقه صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من الحسين. فكما أن يزيد كان يمثل الكفر بعينه، كان الإمام الحسين يمثل الإيمان والإسلام بعينه. لهذا هذان خطان لا
يقفان هكذا إلا أن تكون بينهما صراع، لأن الحسين إمام حق ويزيد إمام باطل، لذا كان يزيد يخشى الإمام الحسين سلام الله عليه. وفي قبالة أن الإمام الحسين كان لا يخشى تلك الجموع الهاوية التي تتمثل وكأنها شيطان الأرض، إلا أن الإمام الحسين صدع بدعوته بخروجه من المدينة إلى مكة إلى كربلاء: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، سائرا بسيرة جدي وأبي أمير المؤمنين. لذا كان يقول: على الإسلام السلام، إذا ابتليت الأمة براع كيزيد. برأيكم، هل مسألة قطع رؤوس الشهداء في واقعة الطفل الأليمة، هل كان بحقيقة عمل انتقامي أم كانت له أبعاد سياسية أخرى؟ واقعا العملية التي تعرضها الإمام الحسين وأصحابه في قطع الرؤوس كانت عملية منظمة وكذلك ذات أبعاد سياسية، حيث أن يزيد عليه اللعنة أمر عبيد الله بهذه الأفعال الشنيعة. ومن الناحية السياسية أن الخطاب الذي كان في كربلاء في قضية لماذا نقاتل الإمام الحسين عليه السلام، حيث أن الإمام سألهم: على ما تقاتلوني؟ على سنة غيرتها أم شريعة بدلتها؟ قالوا: بل نقاتلك بغضا منا بأبيك لما فعل بأشياخنا ببدر وحنين. إذن هذه القضية منظمة وذات أبعاد سياسية، أرادوا أن يأخذوا تلك الثارات التي عمل بها الإمام سلام الله عليه لإحقاق الحق. وكان هدف الإمام علي في تلك الفترة هو نصرة للإسلام في أحد والأحزاب وحنين وهكذا، حتى أن عبيد الله بن زياد عليه اللعنة عندما أحضر رأس الإمام الحسين سلام الله عليه في ذلك الطشت وقد لزم الخيزران وكان يضرب ثنايا الحسين سلام الله عليه، فقام له أحد الجالسين قال: ويحك، لطالما رأيت رسول الله يقبل هاتين الشفتين، ارفع هذا الصوت. فقال: يوم بيوم بدر، يريد أن يقول أننا إنما نثأر لما صنع علي بن أبي طالب في بدر، لهذا نصنع بالإمام الحسين سلام الله عليه. ولكن سبحان الله، ما إن رأت الناس والجموع ذلك الثبات والنور من رأس الإمام الحسين سلام الله عليه حتى انقلبت على عبيد الله عليه اللعنة، وكان النصر حليف رأس الإمام الحسين عليه السلام أمام الناس، وكانت ردات لأكثر من شخص عندما رأى ذلك النور من ذلك الرأس، وعندما سمع شهادة ذلك الصحابي أن رسول الله كان يقبل هاتين الشفتين، إذن تغيرت المعادلة. بعد أن كان الإمام الحسين خارجي، عرفت الأمة أنه إمام فرض الله طاعته، خرج آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. ما هي المنازل التي مرت بها الرؤوس وهي في طريقها إلى الشام؟ ولماذا رفعت على أسنة الرماح بشكل استعراضي؟ كذلك نتساءل عن ردود الفعل الشعبية حول هذا الأمر. شاء الله أن تكون رؤوس أصحاب الحسين سلام الله عليهم ورأس الحسين أي وطاف به من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام، وكانت هناك عدة مغازي من رفع الرؤوس على الرماح، الأمر كانوا حتى يتشفون بالنصر، لأنهم يرفعون رأس إمام خارجي كما يقولون هم، خرج على إمام زمانه. ولكن سبحان الله، شاء الله أن ينصر الإمام الحسين حتى برفع هذه الرؤوس، هذه الرؤوس التي كانت ملأت السماء نورا
وكلما دخلوا في بادية أو قرية سألوا عن تلك الرؤوس تغيرت المعادلة، وكانت هناك ثورات شعبية داخلية حول أن هذه الرؤوس، هذا رأس الحسين بن علي سلام الله عليه، وهذا رأس أخيه أبي الفضل العباس سلام الله عليه، وهذا رأس الصحابي حبيب، وهكذا. سبحان الله، تغيرت المعادلة بعد أن أرادوا، حتى أن الإمام زين العابدين عندما دخل إلى الشام واستقبلوا تلك الرؤوس بالفرح فصاح: أفي الشام عيد لا نعلمه؟ قالوا: نعم، إننا نفرح لهذا النصر حتى اسموه فتح الله. ولكن الله سبحانه وتعالى، ما إن صعد الإمام زين العابدين ذلك المنبر وبين من هم وإلى أي بيت ينتمي الإمام زين العابدين، ومن هو صاحب هذا الرأس، ومن هم الأنصار الذين مع المولى أبي عبد الله الحسين، حتى تغير الموقف وثار المجلس، وأراد الإمام أن يصعد المنبر، ولكن يزيد عليه اللعنة لم يسمح للإمام، فأجابوه قالوا: ما يحسن هذا الغلام؟ قال: إنه من أهل بيت قد زقوا العلم زقا، إذا صعد علي بن الحسين المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. وفعلا ارتقى الإمام، ولكن السؤال أقول: كيف ارتقى الإمام المنبر وقد امتنع يزيد؟ أقول: هكذا أراد الله، إشاءة الله أن ينتصر الحسين على يد الإمام زين العابدين الذي كان يلحظ أمامه رؤوس أصحاب الحسين ورأس أبيه الإمام الحسين، وخطب خطبة عصماء بين من المنتصر ومن هو الإمام الشرعي ومن هو الإمام الخارجي، حتى انقلب المجلس وانتصر الإمام الحسين سلام الله عليه. وهذه كانت المبادرة الأولى لإقامة الشعائر الحسينية وإقامة منبر الإمام الحسين سلام الله عليه، لأن الإمام زين العابدين أول خطيب ارتقى تلك الأعواد وقال كلمته المشهورة: أقول كلمات فيهن لله رضا وللجالسين أجر وثواب. ما ردكم على من يقول أن علي الأكبر عليه السلام قد قام بحزي رأس بكر بن غانم بعد مقتله في واقعة كربلاء؟ واقعا هذه الرواية موجودة، ولكن علي الأكبر تقرب إلى الإمام الحسين بقتل هذا الوغد، ولن يحز ذلك الرأس النتن، لأن حز الرؤوس والتمثيل بالموتى ليست من أخلاق علي الأكبر سلام الله عليه. علي الأكبر خريج تلك المدرسة الفاطمية، المدرسة العلوية، المدرسة الحسنية، المدرسة المحمدية. النبي الأكرم يقول: لا تجوز المثلى ولو بالكلب العقور. نعم، علي بن الحسين برز وقد قتل ذلك الوغد، ولكن لم يحصل له أن يحز الرأس، لأن حز الرؤوس هذه سياسة بني أمية مع الأسف، فأرادوا أن يضفوا هذه القضية تنكيلاً بثورة الإمام الحسين سلام الله عليه، وتنكيلاً بعلي الأكبر، ولكن حاشا لهذا الشبل الهاشمي العلوي الذي مثل وكان أقرب الناس، كان أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لهذا لم يكن علي بن الحسين متمثل بهذه الصفات، بل كان شابا شجاعا هاشميا صاحب أخلاق. لهذا عندما قتل هذا الوغد رجع إلى الحسين، بماذا رجع؟ قال: أبأ العطش؟ العطش قد قتلني، وثقل الحديد قد أجهدني، فهل لي من شربة من ماء أتقوى بها على الأعداء؟ ولكن سبحان الله، الإمام الحسين في هذا الموقف لم يجد ماء إلى علي الأكبر سلام الله عليه، لذا رجع علي الأكبر إلى ساحة الوغى، قاتل قتال الأبطال حتى صرع ونادى بأبيه: السلام عليك أبا يا حسين، هذا جدي رسول الله، قد سقاني بكأسه الأوفى، فسلام على الأكبر يوم
ولد ويوم لب النداء ويوم استشهد ويوم يبعث للشفاعة حيا. نسأل من الله أن نكون على خطى شباب الطف علي الأكبر، واليوم أولى بشبابنا أن يكون على هذه الأخلاق العلوية الهاشمية، طاعة علي الأكبر إلى أبيه في ساحة الوغى. اليوم هذا درس كبير للأبناء أن يكونوا في طاعة لآبائهم في كل المحن التي تمر بنا، ونسأل من الله أن نكون على دربي وخط علي الأكبر سلام الله عليهم أجمعين. نعنا أسيافا نحرنا ابن فاطم، نحرنا بحجر الله كل أولي الأمر، نع عظاميا أبكى السماء بعندم وحق لها تبكي بأنجمها الزهري. مشاهدينا الأكارم، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، حتى نلقاكم في حلقة قادمة من برنامج للطفل حكاية. نستودعكم في أمان الله وحفظه.